بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في درس جديد من دروس SPSS. درسنا النهاردة رقم 139 مع كيفية تحويل الميجرمنت موديل إلى استراكشر موديل أو عبر القاموس طبعا اللي هو النموذج القياسي إلى النموذج الهيكلي. لدينا بيانات عن الرضا الوظيفي عبارة عن 15 item أو 15 فقرة، بعض الفقرات عن الهيلب اورينتد والفقرات الثانية عن المجاملة والفقرات الأخيرة الخامسة عن الرضا الوظيفي طبعا مقاسة بالليكارت سكيل السباعي، والردود عندنا 300 رد والبيانات عندي بالمنظر ده. طبعا هنعمل أول حاجة السي اف اي من خلال analyze factor analysis، هنحط المتغيرات بتاعتي كلها طبعا ما عدا المتغيرات التجميعية دي اللي تم إنشائها عن طريق المتوسطات، هنحط بس الـ items. اوكي، في الـ descriptive هنختار الـ كيمو جودة التصنيف، وهناخد الـ eigen طبعا القاعدة بتاعتنا إن الـ eigen greater than one، وفي روتي هنحط الـ برو ماكس، في الـ option هنقول أكبر من 30 لودينج. اوكي، وهنقول اوكي. طبعا الجودة مرتفعة جدا 91% او 92%، وهنا الكوميولاتيف فاريانس نسبة التفسير العوامل الثلاثة فاكتورز اللي طلعوا بيفسروا 88.4، فالنسبة برضو مرتفعة، وده الباترن ماتريكس بتاعتي. الباترن ماتريكس طبعا هي اللي تهمني هنا لانه هقوم برسمها في القاموس. طبعا الخمسه ايتمز اتحملوا على فاكتور بتوع الهيلب اورينتد، الكورتسي الفاكتور الايتمز بتاعت المجامله اتحملت على فاكتور، والجوب ساتسفاكشن الخمسه ايتم بتوع الرضا الوظيفي اتحملوا على فاكتور، فانا عندي 3 فاكتور. طيب طبعا احنا قمنا بانشاء، انا طبعا عملت الكلام ده قبل كده في دروس كتيره، فبعد ما طلع لي الايتمز دي انا عملت المتغيرات دي عن طريق طبعا المتوسطات، اني جمعت الخمسه ايتم جبتها اوفر اول مين سكوير، والخمسه ايتم بتاعت الكورتسي، والخمسه ايتم بتاع الجوب ساتسفاكشن، وطلع عندي المتغيرات دي اللي هي الكونتينوس فاريبل. اقدر انا اشوف دلوقتي العلاقه قبل ما انفذ الكلام ده في القاموس، احط الجوب ساتسفاكشن في الديبندنت، واحط الهيلب والمساعده والمجامله في الاندبندنت، واشوف هل في علاقه واثر ولا لا. طبعا في علاقه، الار 49 الار سكوير 24، الموديل الريجريشن سيجنيفيكانت لان طبعا البي فاليو بتاعت الانوفا اقل من 5%، وهنا ايضا الكوفيشنت بتاعت الهيلب والكوفيشنت بتاعت الكورتسي هما الاثنين سيجنيفيكانت. البيتا انستاندرايزد 16 و63، والبيتا ستاندرايزد 12 و44، وكلها سيجنيفيكانت اقل من 5%، يعني في تاثير من التو فاكتورز على الديبندنت اللي هو الجوب ساتسفاكشن. طيب احنا عايزين بقى ننفذ الكلام ده عبر قاموس، ونشوف ازاي نطبق نتحول من الميجرمنت موديل الى الاس اي ام. اول حاجه هنفتح القاموس، من خلال طبعا الداتا اللي انا فتحيها، لانه لو فتحت القاموس من غير الداتا لازم اعرف له ملف الداتا اللي اشتغل عليه، لكن لو فتحت القاموس من خلال نفس الـ SPSS خلاص هو بيتعرف عليه. طيب احنا لو خدنا نفس الموديل اللي انا عملته، لو طبقته كده اوكي، انا هوريكم بس انه في طريقتين، في طريقة انه انا اخد المتغيرات كلها اللي هي الاوفر اول واحطها بالمنظر ده، هتشوفوا دلوقتي هنطلع نفس النتائج اللي طلعت معايا في الريجريشن العادي. اوكي، بعدين
افتح ال variables بتاعتي، احط هنا ال help، احط المجاملة، واحط ال job description هنا. اوكي، وبعدين لو انا عايزة اكبر شوية عادي بكبر من هنا. عشان بس العناصر تبين. تمام تمام بعدين هنا اسمي name and observe it الاثر بتاعي برضو اكبر شوية عشان يبقى واضح. تمام خلاص. دلوقتي اقول save، اسميه model 1 على سطح المكتب، واقول run. طبعا قبل ما اقول run لازم في الاوتبوت اقول اللي طلع لي الستاندرايز والانستاندرايز والسكوير مالتيبل كورليشن عشان اقارن بين نتائجه وبين نتائج الاس بي اس اس. اوكي اقول run تاني. تمام نفس النتائج اهو، بصوا معايا ده الموديل اللي طلع معايا نفسه في الاس بي اس اس. يعني لو لاحظتوا هنا البيتا كوفيشنت 16 والبيتا كوفيشنت 64، دي اللي هي الانستاندرايزد. يعني لو رجعنا لهنا لاحظوا معانا هنا البيتا 16 وهنا 64، دي الانستاندرايزد بيتا، اما البيتا ستاندرايزد 13 تقريبا و45. طيب تعالوا نشوف لما نحول هنا للستاندرايزد استيميشن اهو 13 و45، فهو نفس الموديل اللي طلع معايا بالاس بي اس. طيب انا الحقيقه طلاب كتير وباحثين كتير قالوا لي لا احنا مش عايزين المنظر ده، احنا مش عايزين اللي هو بالاوفر اول، احنا عايزين بالميجرمنت موديل. يعني ازاي الميجرمنت موديل اللي بيكون داخل فيه كل الايتيمز نحوله الى استراكشر موديل؟ ده اللي احنا هنتعلمه دلوقتي حالا من خلال هنقول نيو. يعني انا وريتكم، هنقول اوكي وريتكم الطريقه العاديه البسيطه. هنشوف دلوقتي بقى طريقه درسنا النهارده ازاي نتحول من الميجرمنت موديل الى الاستراكشر موديل من خلال الباترن ماتريكس. نروح هنا للباترن ماتريكس اللي طلعت معايا من الفاكتور اناليسيس، ننسخها نسخ كوبي ونروح نحطها في لاس. طبعا اللي ما عندوش ده من هنا باترن ماتريكس حط هنا لاصق، اللي ما عندوش التولز دي عنده في القاموس عادي يقدر هو يرسم الدايجرام، يرسم الرسمه دي. هو هياخد وقت شويه لكن عادي، يعني لو ما عنده، في ناس لو ما عندهاش الباترن هنا زهره بترسم عادي الايتيمز والفاكتورز كل حاجه. طيب ده الميجرمنت موديل. يعني لو انا عملت دلوقتي سيف وسميته سي اف اي وعملت run، تمام. طبعا احنا ما حطيناش في الاوتبوت الستاندرايزد عشان نطلع الستاندرايزد معانا. اوكي اهو، فهنا نحط حطينا الستاندرايزد اهو، دي كده الايتيمز وكل التشعبات، ده كده اسمه الميجرمنت موديل. اوكي انا بقى عايزه احول نفس الموديل ده احوله الى الاستراكشر موديل، فالموضوع جدا سهل. هعمل ايه؟ اول حاجه فين الجوب ساتسفاكشن؟ ده الجوب ساتسفاكشن، هروح اغير الاسم ده اخليه بدل ما هو الاول، لازم اخرج من ايوه كده، بعدين هنا تكست اغير اسمه اخليه جي اس. اوكي خليها حجمها كبير عشان تبقى كبيره. اوكي طيب وهنا المتغير ده بتاع المجامله اخليه اسميه سي، ده بتاع المجامله، واسمي المتغير التاني الفاكتور الاخير اللي هو بتاع الهلب اسميه اتش. اوكي بعدين
خليني نكبره شوية عشان يكون نفس المقاس. اوكي، بعدين دلوقتي احذف الروابط اللي بين المتغير ده، هيكون متغير التابع، فاحذف هنا بقى الروابط دي. اوكي، وبعدين اعمل روتيت لهذا المتغير او الفاكتور بالايتمز بتاعته، زي ما انتم شايفين كده عملت له روتيت عشان هو هيكون المتغير التابع. بعدين احركه كله هو بالايتمز بتاعته، مع كل الايتمز بتاعته، مع كل الاثر، حجم الاثر بتاعه الايتمز، اقول تحريك اجيبه كده احطه هنا. بعدين اعمل اعادة توسيط للصفحة، بعدين كمان ممكن اغير الصفحة اخليها عشان تكبر شوية يطلع الموديل كده مظبوط معايا. اوكي، بعدين احرك مرة تانية عشان يبقى الشكل كويس كده. تمام، خلاص الشكل كده بقى جميل. ابتدي دلوقتي احط الروابط بتاعتي اللي هي من الاندبندنت الى الديبندنت. هنا ده العامل المجاملة بالايتمز بتاعته، وده عامل الهلب اورينتد بالايتمز الخمسة بتاعته، وهنا الجوب ساتسفاكشن. هنحط طبعا هنا لان متغير تابع، هنحط له هنا الاثر وهنسميه نيم ان ابزرفد فاريبل. اوكي، طبعا الحجم صغير شوية نكبره. اوكي، بعدين هنظبط الروابط شوية. اوكي، خلاص كده احنا ده حولنا كده الميجرمنت موديل الى استراكشر موديل. ما فاضلش غير اني احط البروبرتيز بتاعتي، احط اقول له طلع لي الستاندرايز والان ستاندرايز، طلع لي السكوير مالتيبل، لو انا عايزه مثلا موديفيكيشن انديسيس عشان لو عايزه احسن الموديل بعد كده اقدر اختار اي خيارات انا عايزاها. وبعدين اقول سيف، وبعدين اقول ران. نفس الموديل زي ما انتم شايفين، لو لاحظتوا الرابط بتاع الستاندرايز هنا عامل المجامله 46% اللي هو البيتا كوفيشنت ستاندرايز، وهنا البيتا كوفيشنت ستاندرايز 14، وهنا الار سكوير 26، يعني نفس النتائج. لكن هم اغلب الطلاب اللي راسلوا لي انهم مش عايزين الشكل الاولاني اللي انا عملته، عايزين الشكل ده، الشكل اللي تكون العامل طالع منه الايتمز بتاعته. لكن لو لاحظتوا نفس الـ الارقام اللي طلعت على الروابط نفسها، لو تحولت الى الانستندرايز لاحظتوا نفسها برضو، كانت 63 تقريبا وكانت 16 نفسها تقريبا. اوكي، فهنا طبعا كده احنا تحولنا من الميجرمنت موديل الى الاستراكشر موديل، النموذج الهيكلي. اقدر طبعا اروح للقراءه بتاعتي التكست اوتبوت عشان اشوف المؤشرات بتاعه الموديل، هل هي واقعه ويزن ذا رينج ولا لا. ولو انا عايزه اعمل تحسين برضو للموديل اعمل له تحسين. شوف اول حاجه طبعا ببص عليها الرمسي، الرمسي طبعا كام هنا؟ 5%، 55 من 1000، يعني اقل من 8%، فالموديل فيت، الموديل يعتبر جدا. لكن لو انا عايزه احسن اكتر اخليه كمان ينخفض عن 5% اقدر اعمل ايه بقى؟ طبعا زي ما احنا اتعلمنا قبل كده في دروس كتيره، اروح للموديفيكيشن اندسيز واشوف فين الوصلات اللي اقدر انا اعمل بينها كوفيرينس عشان الموديل يتحسن. فلو لاحظنا هنا مثلا اي 9 مع اي 15، اي 8 مع اي 15، اي 8 مع اي 13، بس على حسب طبعا هل هم على نفس العامل ولا لا. فهنا اي 8 واي 15 مش على نفس العامل، فما اقدرش اعمل بينهم وصله، لكن انا بشوف الوصلات اللي اقدر اعمل بينها، مثلا يعني مثلا زي هنا 6 6 و10، اشوف هل 6 و10 مع بعض، 6 و10 نعم، 6 و10 اقدر اعمل بينهم وصله كده. اوكي، ده هيحسن شويه من الموديل بتاعي. نشوف ايه نقدر نعمله تاني. 6 و9 ممكن برضو. اوكي، 6 و9. اوكي، هنا دول من اول 11 الى 15، نشوف هل في حاجة نقدر نعملها 11 الى 15. 15 مع 8، بس 8 مش موجودة معانا. 15 مع 7 برضو مش معانا. يعني ممكن احذف بقى، يعني هنا لو ال 15 هنا
مع عامله في مشكله بينها وبين التسعه، الموديفيكيشن سيس مرتفعه، ال15 هنا مرتفعه وهنا مرتفعه وهنا مرتفعه، فانا اقدر احذف ال15. يعني ما اقدرش طبعا اعمل رابطه بينها لان ال15 في هنا، فما اقدرش اعمل بينها وبين ربطات تانية، فاقدر احذفه. يعني لو انا عملت كده مثلا، حذفت ده خالص ورجعت عملت سيف وعملت ران، اوكي، اشوف قراءه الموديل. طبعا هلاقي الموديل تغيرات فيه بسيطه، بس هلاقي ان الرمسي اكيد اقل عن كان 55 من 1000. اشوف دلوقتي اصبح كام، هو كده كده يعني الموديل اصلا كان فيت، لكن احنا بنعمل عمليات تحسينيه اهو. لاحظتوا الرمسي اصبح كام؟ اصبح 4%، يعني اقل من 5%. فكده الموديل جدا كويس ونموذج صالح، ومقاييسه كلها طبعا لو انتوا رجعتوا المقاييس بتاعته كلها، سي اف اي، الجي اف اي، كلها ويزن ذا رينج، السي ام اي ان على الديجري فريدم، فكل المؤشرات بتاعتي داخل النطاق المقبول اللي يحكم على ان الموديل فيت. كده احنا اتعلمنا النهارده في درسنا كيفيه تحويل الميجرمنت موديل اللي هو سي اف اي الى الاستراكشر موديل اللي هو اس اي ام. اتمنى تكونوا استفدتوا من درسنا النهارده. شكرا لاستماعكم. حقوق الفكريه محفوظه بقناتي التعليميه اسماء المرغني، لا اسمح بنسخ المواد التعليميه وبيعها على الاسطوانات باي اسعار رمزيه او غير رمزيه، لكن بالطبع اسمح بنسخ الروابط في المواقع. شكرا لكم، نلتقي في دروس قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.